فانا لو جيت كنت قايل بسم الله كده قمنا عاملين هعمل سوري مش نيو بروجكت احنا جوه، فاقول له انا عايز اعمل نيو فايل، قلت له انا هعمل مثلا فايل جديد، بسم الله عايزين نتكلم الـ API البسيطة اللي احنا شفناها من شوية دي ونقدر نشتغل عليها. فأول حاجة أقول له import JSON عشان أنا محتاج الـ JSON عشان أعالج البيانات اللي هتجيلي كنتيجة من اللي أنا ناديت على الـ API دي، و import requests اللي احنا عملنا لها اللي هي هتقدر تخلينا هي هتبقى الـ gate اللي من خلالها هنقدر نوصل للـ gate اللي من خلالها نقدر نوصل للإيه؟ الـ API. كويس جدا، عندنا URI اللي هو العنوان أو المسار أو الـ Endpoint بتاعتنا اللي احنا هنكلمها. الـ Endpoint بتاعتنا اللي هي هنقول إيه؟ نجيبها كده من أي حتة هنكتبها في كتابتها. خلينا في الكتابة شغالة. أيوه. آدي الـ Endpoint اللي احنا هن إيه؟ هنناديها او هنعملها كول عشان ناكد كل حاجه شغاله. تمام، يبقى عملت امبورت الريكوست، عملت امبورت الجيسون، عملت امبورت او وكتبت الاند بوينت، لسه ما كانتش حاجه، لسه ما اشتغلتش يعني. طبعا تلاحظوا ان دي زي ما قلت دي يعني اي بي اي مشهور، احنا ممكن نعمل بتاعتنا ونعمل حاجات ثانيه كمان، لكن دي اي بي اي مشهور، عايزين نجرب في الفكره ونفهم اصل الريكوست هيساعدنا في ايه. انا بقول له ريكوست دوت، هتلاحظوا فيه عمليات اساسيه، عمليه الجت عشان اجيب بيانات، عشان اجيب بيانات من اي بي اي. خلاص ريكوست دوت اي بي اي دي بتجيب لي بيانات من الار. تلاحظوا ان يو ار ار يو ار ال اللي هو الاند بوينت بتاعنا، العنوان بتاع الاند بوينت اللي احنا عايزين نوصل لها. في بارمز لو احنا عايزين نبعت اي قيم او طبعا ممكن نبعت السيمبلز ديت زي ما احنا عايزين، وممكن نبعت يبعتها بشكل لوحديها وممكن يبعتها في اليو ار اي كده مباشره. طيب انا هقول له جيت، قال لي اديني، قلت له الاند بوينت. طيب الريكوست ده يا شباب لما بيطلع على السيرفر خلاص ده اسمه ريكوست. السيرفر بيعمل عمليه ما، بيحسب حسبه ما، مش قضيتي، بيعمل عمليه ما وبيرد عليا بايه؟ حاجه اسمها ريسبونس. بيرد عليا بحاجه اسمها ايه؟ ريسبونس. بيرد عليا بحاجه اسمها رد. يبقى انا بطلع ريكوست وبيرد عليا بايه؟ ريسبونس. المفروض اللي هيرجع هنا يبقى حاجه اسمها ريسبونس رد ما، هيجي يبقى ريكوست وجيت، هتروح على الاند بوينت هيجيب لك نتيجه وترجعها وتحطها جوه الفاريبل بتاعك اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ريسبونس. تمام؟ طيب الريسبونس ده ليه حاجات داخليه وتفاصيل كتير، انا مش عايز اخش في تفاصيلها دلوقتي. لكن انا لو جيت عملت برنت للريسبونس خلاص اللي جالي هيطبع لي اوبجكت، لان الريسبونس ده هيتكون عباره عن اوبجكت. عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت. لو انا جيت عملت كليك كام كده قلت له رن، لاب ثواني وقال لي ريسبونس 200. كلمه ريسبونس مفهوم، اعتقد الريسبونس دي مش اللي احنا كاتبينها، دي ار كابتن، دي معناها الاوبجكت نوعه ريسبونس، زي ما ده الاوبجكت نوعه ريكوست. 200 معناها انه جيت جود ريكوست وجود ريسبونس، يعني الطلب سليم وترد عليك رد سليم. ده اوبجكت متقفل، انا مش عايز، انا عايز افكه، انا عايز اجيب القيمه اللي جت جواه، عايز اجيب القيمه اللي جت جواه. عشان تجيب القيمه اللي جت جواه هتلاقي في حاجه اسمها ريسبونس دوت، هتلاقي في التفاصيل منها حاجه اسمها ريسبونس دوت تكست، ودي بتجيب لي النتيجه اللي رجعت، النتيجه اللي رجعت كنتيجه كجيسون. قلت له ماشي خلينا نجرب رن. لاحظوا ايه اللي حصل؟ ادي الريسبونس 200، هنتكلم عن 200 بالتفصيل ان شاء الله، لكن والناس اللي شافت فيديوهات المسجله هتبقى عارفه. ريتس قال اليو اس دي كذا والجي بي بي كذا والبيز بتاعك كان يورو بالديت اللي هو تاريخ اليوم اللي بتكول فيه العمليه. تمام كده شباب؟ دي كده كان ببساطه جدا ازاي نستخدم الريكوست ان احنا ننادي على اي بي اي وازاي نجيب النتيجه ايه؟ نجيب النتيجه بتاعتها. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان ده كده على بعضه ده كده جيسون. والجيسون ما ينفعناش، احنا لازم نحوله الى بايثون اوبجكتس او ديكشنري
بحيث ان احنا نقدر نتعامل معاه بقى كديكشنري بقى، ونقدر نعمل ايه، نعالجه ونشتغل عليه، وتبقى الدنيا معانا زي الفل. تمام، تبقى الدنيا معانا واضحه ونقدر نشتغل عليها. عشان نعمل ده طبعا مش هتحس بفرق كبير، لكن عشان تعمل ده فانت تقول مثلا ايه، الجيسون داتا عشان نفكها بشكل سليم ونقدر نتعامل معاها، ونقدر نعمل عليها لوب، نقدر نشوف البيانات الداخليه، نقدر نشوف الكلام ده كله ونتعامل معاها. فانا بنادي طبعا على اللايبرري او الباكج اسمها جيسون، واقول له دوت ايه لودز زي ما احنا اخدنا عشان نحوله ايه، هو الريسبونس دوت تكست. فانا كده هاخد الريسبونس دوت تكست واحوله بقى الى الجيسون داتا بقى، ده اللي نقدر نتعامل معاه، ونقدر نعمل عليه لود، نقدر نجيب منه البيانات، نقدر نعدل، نقدر نشرح عليه بشكل حر اكنه بايثون اوبجكت او ديكشنري عادي بدون اي مشاكل، بدون دخول في تفاصيل. انا لو حبيت دلوقتي اقول له برنت الجيسون داتا، طبعا انتوا عارفين طبعا ان الفرق بيحصل طبعا في الدبل كوتيشن والسنجل كود، وبيحصل معانا في الترو فولس، وبيحصل معانا في ايه تاني، بيحصل معانا في الاري والحاجات دي. لكن في الاخر ده الشكل اللي هو بنقدر نشتغل عليه كبايثون. خلاص تحول، عمليه التحويل تمت، هنا ده كده كده ده قابل للعمل عليه بقى، بان احنا خلاص كده انا وصلت للجيسون داتا ده بالنسبه لي ده بايثون اوبجكت اقدر اتعامل معاه، وبارسه وعدي على كل نقطه واخش واجيب واري عليا والدنيا زي الفل، ما عنديش فيها مشكله. تمام، لكن ده تكست عادي كده حولناه بالايه، بالجيسون لودز اللي احنا كنا اخدناها قبل كده. ده يكون اكزامبل متكامل.